أدرجت بالبورصة التونسية اليوم شركة تونسية مختصة في الهواتف الجوالة والأجهزة اللوحية لتكون رابعة شركة تدخل السوق المالية هذه السنة. دق جرس بورصة تونس اليوم إذانا بالشروع في تداول أسهم شركة سيلكوم لتكون الشركة التونسية الأولى المختصة في الهواتف الجوالة والأجهزة اللوحية، وقد أدرجت هذه الشركة في البورصة في إطار الترفيع في رأس المال. شركة والحمد لله سيلكوم au niveau de l'introduction a été souscrite deux fois 2, حاجة هايلة ياسر في عام 2013 وقت الدنيا صعيبة، وهذا يوري اللي الناس عندها ثقة كبيرة بالنسبة للماركة التونسية اللي هي إيفرتيك. السوق المالية في تونس تعمل حسب المشرفين على واجهات عدة. جميع تقريب الإدراجات كانت فتح رأس المال عن طريق الترفيع في رأس المال، وهذا يعني أنه ثم أموال مش تمشي للشركة للتمويل الاستثمار. حرصنا أيضا على أن التسعيرة تكون فيها شيء من التمثيل القطاعي والتمثيل الجهوي. الشركة المدرجة في البورصة هي الرابعة لهذه السنة، الأمر الذي جعل البورصة التونسية تستبشر بالبداية الموفقة لسنة 14 و2000. يعني ارتفع منذ تشكيل الحكومة الجديدة، يعني صار نوع من شوك بوزيتيف على بورصة تونس. التداول كما قلت لك رجع، الشركات هذوما اللي ناخذوهم في البورصة يتم تسويقهم والاكتتاب العام على فترة تقريب أسبوع إلى أسبوعين، نرفع الأموال ثم ندرج العملية في البورصة، وهذا ما قمنا به اليوم لشركة سيلكوم. وفيما يتعلق ببرنامج الإدراجات في سوق الأوراق المالية لهذه السنة، ينتظر أن يصل إلى أكثر من 10 مؤسسات.